لكل الناس اللي بتسأل هي ايه احسن جامعة طب اسنان خاصة. طبعا كلنا عارفين ان في جامعات خاصة معروفة بطب اسنان من زمان، زي مثلا MIU، زي مثلا MSA، زي مثلا جامعة اكتوبر. كل دول فاتحين من زمان جدا طب اسنان ومعروفين وسط الجامعات الخاصة ان دول جامعات كويسة في طب اسنان. لكن الجامعة اللي انا شايفها متميزة دلوقتي في كلية اسنان هي BUE. BUE دلوقتي من اقوى الجامعات اللي بتقدم كلية طب اسنان. مع كامل احترامنا للجامعات التانية كلها جامعات كويسة، لكن BUE حاليا من اقوى الجامعات اللي بتقدم كلية طب اسنان. MIU كويسة واقدم من BUE، MSA كويسة واقدم من BUE برضو، جامعة اكتوبر ممتازة واقدم من BUE، بس اقوى واحدة في اسنان حاليا دلوقتي هي BUE. ومصاريفها بالنسبة للكواليتي التعليمية اللي بتقدمها في وجهة نظري الشخصي كويسة جدا. مش معنى كده ان انا بريكومند لكم اقول لكم روحوا المكان ده، لا، انا بقول لك دلوقتي هي من اقواهم. طب لو جيت سألتني يعني انت كده بتقول لي لو انا قدامي طب اسنان اخش BUE، هقول لك على حاجة بصراحة، انا شايف ان معظم الجامعات قريبة جدا جدا من بعضها وكلهم بيكونوا واخدين اكريديتيشن من مصر واكريديتيشن من مؤسسات خارج مصر، يعني في كليات كتير معترف فيها جوه مصر وبره مصر. فكشهادة حضرتك دكتور وحضرته دكتور والاثنين معترف بيهم والدنيا تمام. فانا رايي الشخصي لو انت راجل مجتهد انت اولى بالوقت، شوف اقرب حاجه لبيتك وروحها، بحيث ان انت تستثمر وقتك ده في حاجه تانية. فلو مثلا نزلت انترنشيب في شركه، ذاكرت حاجه، قويت الانجليش بتاعتك، خدت كورسز تقويك في مجالك، فانا بالنسبه لي ان انا اروح حاجه جنب بيتي واستثمر الوقت ده في حاجه تانية احسن بكتير، لان شهادات الجامعات دي كلها قريبه جدا من بعض. فلو انت مثلا قدامك MIU وMSA وانت مثلا ساكن في مدينه الشروق مثلا او في العبور، لا طبعا روح MIU. طب لو انت في اكتوبر وقدامك اوبشن MIU وMSA، لا روح MSA. ده رايي، الشهاده كده كده معترف بيها، فانت اولى بالوقت ده طالما انت بتجتهد، لان طبعا ما فيش حد هيبقى داخل اسنان او هيبقى داخل اي كليه من كليات القمه مش هيكون عايز يشتغل على نفسه ويذاكر، هو هيبقى محتاج كل دقيقه. حرام ان انت تضيع لك ساعه ونص ولا ساعتين في الطريق رايح وساعتين في الطريق جاي، اربع ساعات بيضيعوا من عمرك على الفاضي، لان الشهاده واحده كده كده، حضرتك هنا دكتور وهيعترفوا بيك في النقابه وهنا دكتور وهيعترفوا بيك في النقابه. ده رايي الشخصي، ربنا يوفقكم جميعا ويدلكم على الفيديو.